استاذ اسماعيل يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كان عليا نادر ونادرته ولغايه دلوقتي ما وفتوش، فهل لازم اجيب خروف واقطع واوزع ولا اتبرع بيه لاي جمعيه بالمبلغ لاي جمعيه من الجمعيات؟ سؤالي انت قلت ايه؟ نادر. قلت ايه؟ قلت ايه؟ والله انا ساعتها مش فاكر، بس انا قلت قيمه خروف ما يساوي خروف يعني. لا معلش، انت قلت نادر علي اذبح حاجه ولا قلت نادر قلت علي يعني إيه؟ قلت ايه؟ يعني قلت حاجه زي كده تقريبا، لان الموضوع بقاله فتره، بقاله معلش فترة. حاول حضرتك تجتهد وتفكر معايا كده، انت ايه اقرب حاجه انت قلتها؟ عشان احنا ناخد بغلبه الظن، احنا ما عندناش يعني يقين دلوقتي، فهناخد بغلبه الظن. انت يعني قلت ايه؟ نادر خروف. قلت يعني ده اللي غلب عليك، ان انت قلت نادر عليا خروف صح؟ طيب ايه نادر عليا، اذبح خروف ولا نادر عليا خروف؟ مش الحقيقه والله مش فاكر، لان بقاله فتره. بس واضح ان انت كنت بتقول نادر عليا اذبح خروف صح؟ ممكن. لا ما هو مش ممكن. انا بحاول اساعدك، احنا هنا بنساعدك عشان نقدر نفتي الفتوى الصحيحه. تمام اتفضل. يعني لو قلت نادر اذبح خروف يبقى لازم تذبح. يبقى لازم. ما ينفعش اتبرع بقيمته لاي جمعيه من الجمعيه. لا مش هينفع تتبرع، لان احنا عندنا في النادر بنستدعي قاعده كده من قواعد الوقف، بنقول شرط الواقف نص الشارع. فانت لو قلت اذبح يبقى لازم تذبح. يبقى لازم تذبح خروف وبعد كده توزعه وتدي الخروف نفسه بعد ما ذبحته لمؤسسه تتصرف فيه، تاكل الايتام منه، تعمل كده كله. بدل انت ذبحت يبقى انت وفيت الناس. بعد كده الاصل في ده ان هو يروح لفقراء المسلمين، ممكن تديه لمؤسسه تنتفع بيه بعد كده، او انك انت ممكن تعطي المؤسسه دي هذا الثمن بس لازم يذبح الخروف دوت، بدل انت قلت نادر عليا اذبح خروف. نعم.